مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نورنا يا جماعه استاذ يوسف من محافظه اسكندريه. الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك، انت نورتنا النهارده. نورك ايه فيكي بقى؟ ايوه انت جايبها للمزرعه هنا تبني. ايوه انت نورتنا، واحلى هديه دي، وربنا يبارك لك يا رب فيها. الله يخليك. اشمعنى اخترت المكان هنا استاذ يوسف ان انت تجيبها تبني؟ جيت على السمعه الصراحه. جيت على السمعه يا باشا، انت احلى كلام بنسمعه منك والله. طيب عايزين نعرف عن فيكي بقى، ليه يعني، معلش، ايه السبب اللي يخلي حضرتك ان انت تطلعها تبني، تديها لحد تبني من غير ما تفكر ان انت تبيعها، تتصرف فيها حاجه بنظام تاني غير ده؟ انا اولا ما عنديش مكان ليها، فده اللي خلاني ايه، عايز اعرضها للتبني. تمام. بس فكنت عايز مكان كويس بقى، حد ياخدها يراعيها كويس. تمام، ربنا يبارك لك. اخترت المكان هنا. اخترت المكان هنا. ودبيت مشوار من اسكندريه للبحيره. يا باشا انت نورتنا النهارده. نور. نتكلم بقى عن فيكي بقى. مربيه من وهي قد ايه؟ يعني بقى سنه ونص او سنتين يعني. ولدت عندك قبل كده؟ مره. ولدت مره، كانت مربيه ولادها كويس؟ لا. تمام. طيب احنا شايفين ان رجلها اللي ورا بتعرج بيها، قلت لي كانت عامله حادثه في الطريق ونطت من العربيه واحنا ماشيين وحاجه زي كده. شقيه. ايوه انا شايف انها شرسه. أيوة. بسم الله ما شاء الله. طيب عندها كام سنه دلوقتي؟ 4 سنين. 4 سنين. تمام. في اي مشاكل هي بتعاني منها غير موضوع رجليها ده؟ لا. حشرات، ديدان، لا، في الحمد اي مشاكل لله صحيه؟ كويس. تمام. هو رجليها بس. ما هو مفيش حد هيهدي حاجه لحد حي الا لما تكون كويس. ربنا يبارك. أيوة. على العموم انت نورتنا النهارده. نورك. وده شرف لينا، ويا رب نكون عند حسن ظن حضرتك باذن الله. وزي ما احنا متفقين على نظام التبني، وقلنا قبل كده في فيديوهاتنا كلها والناس متابعاها، قلنا التبني عندنا ليه قاعده بنمشي عليها. الكلب اللي بيجي لنا تبني، اول حاجه بنشوف هل الكلب متداول مع الكلاب في المزرعه؟ لو ان هو ممارس حياته طبيعي في المزرعه بنخليه عندنا وبنتعامل معاه عادي. تمام. لو شايفين ان هو مش متقبل وجود كلاب حواليه ومش حابب المكان، او مش او ما عندوش كراحه نفسيه، بنبدا ان احنا نخرجه تبني للي يستحقه برضه. تمام. وحضرتك برضه اطمنت مننا في كلامنا، قلت لك احنا ما بنديش كلب تبني لحد غير اللي هو يستحقه وشايفين ان هو هيراعي فيه ربنا. انت نورتنا النهارده وده شرف لينا استاذ يوسف، وتحياتي ليك وتحياتي لكل اهل الاسكندريه، الناس الجميله جدا. تحياتي لكم جميعا، ومليون مسا عليكم يا جماعه. وعايزين بعد كده نشوف حلقات للكلبه فيكي، لو حابين تشوفوا الحلقات بتاعتها بكتبوا لنا في الكومنتات، واحلى تحيه لكم جميعا.